إجراء واحد لو نفذته مصر هيطلعها من الأزمة اللي هي فيها وهينقلها في حتة تانية خالص. ده اللي اتقال خلال الساعات الأخيرة. مش بس كده، ده الإجراء ده لو اتنفذ هيدخل للبلد 80 مليار دولار على الأقل، وطبعاً ده رقم كبير جداً هيحل كل الأزمات الموجودة في البلد. فيا ترى إيه هو الحل ده؟ وإزاي هيدخل للبلد 80 مليار دولار؟ وإيه المطلوب علشان يتنفذ؟ كل ده وأكتر هتعرفوه بس تابعنا في الفيديو ده. خلاص دخل علينا شهر سبتمبر اللي ملايين من المصريين منتظرينه، وده لان في كلام كتير انتشر عن احداث كتير هتحصل فيه، زي وجود تعويم للجنيه، وده لانه من المتوقع انه تتم مراجعه صندوق النقد الشهر الحالي علشان نقدر ناخد الشريحه الثانيه من قرض 3 مليار دولار، وده طبعا مش هيحصل غير لما ننفذ شروط صندوق النقد اللي اولها تحرير سعر الصرف. وده خلى ناس كتير تسال، هو فعلا هتتم المراجعه في شهر سبتمبر وهيعوموا الجنيه؟ شوف يا سيدي، في مسؤول حكومي استبعد تنفيذ مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر في سبتمبر الحالي، ولغاية دلوقتي مفيش ميعاد محدد بخصوص زيارة صندوق النقد لمصر، لكن الأكيد إنها هتكون السنة دي، وده اللي اعتبره الموقع مؤشر على احتمال خفض سعر الجنيه مجدداً قبل نهاية 2023، وده برضو اللي أكده هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً في تصريحاته لقناة العربية، وقال إنه من الوارد تأجيل مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي رغم بيع بعض الأصول الحكومية، لكنها مش هتكون بالقدر الكافي اللي بيتوقعه الصندوق أو المستثمرين، وده لأن الصندوق اتفق على أمور أساسية في برنامج مصر، منها انسحاب الحكومة الكامل من المنافسة في النشاط الاقتصادي وطرح بعض الأصول للبيع. توفيق قال كمان إن المركزي مش هيتخذ قرار بتعويم الجنيه قبل ما نسدد الديون قصيرة الأجل، وقال إن حل المشكلة دي هو إنشاء صندوق سيادي تروح ليه كل إيرادات الدولة الدولارية. الصندوق ده هيصدر سندات طويلة الأجل مدتها تتراوح من 50 ل 70 سنة، وده ممكن يحقق حصيلة توصل ل 80 مليار دولار، هيساعد على سداد الديون قصيرة الأجل لحد ما تحويلات المصريين بالخارج ترجع زي الأول وترتفع الاستثمارات الأجنبية من تاني. وبالمناسبة توفيق كان سبق واتكلم عن الصندوق ده بالتفصيل، وقال إن في حل ممكن ينقذ مصر من أزمتها الاقتصادية، وهو إنشاء صندوق ليه كيان قانوني مستقل تروح ليه بعض إيرادات الدولة السيادية زي قناة السويس وتحويلات مصريين وإيرادات الفنادق السياحية. الصندوق ده هيقوم بإصدار سندات بيتم تداولها بيع وشراء في البورصات العالمية لمدة 50 سنة بقيمة 80 مليار دولار وبعائد 8% سنويا. ولما تسأل عائدات الصندوق ده هنعمل بيها ايه، قال ان اول حاجة هيعملها الصندوق ده هو سداد مديونية الدولة في موعدها خلال 4 سنين، ده كمان هيعفينا من بيع أصولنا من فنادق وشركات وغيرها، وطبعا بيعهم كان هيقلل دخل الدولة، ده غير ان ده هيعفينا برضو من تحكم المشترين دلوقتي وفرضهم أسعار بخصة للشراء استغلالا للموقف. مش بس كده، الصندوق ده هيوفر حصيلة دولارية عند البنك المركزي هتخليه يسيطر على سعر العملة، وده طبعا هيكون ليه تبعات إيجابية، يعني مثلا ده هيرجع تحويلات المصريين في الخارج، وكمان هيشغل الطاقات الإنتاجية المعطلة حاليا بسبب نقص العملة، وطبعا ده لو الأزمة دي اتحلت فمعدل تشغيل العمال هيزيد وأسعار المنتجات هتنخفض في الأسواق، وكمان إيرادات الدولة من الضرائب هتزيد. ده كمان هيرجع سعر الجنيه لمستوى الطبيعي اللي هو 25 جنيه للدولار الواحد، وده هيجذب الاستثمارات الأجنبية بسهولة بفضل السياسات النقدية المستقرة. ودلوقتي قول لنا رأيك في إنشاء صندوق سيادي، شايف إن ده هيحل الأزمة اللي بتمر بيها البلد؟